السلام عليكم يا شباب، كل سنة وانتم بخير. تحياتي لكم وصبح العواء. الله كريم يا شباب، رمضان بيخلص اهو ان شاء الله هنرجعوا نعملوا رحلات صيف. فانا النهارده انا واقف مع صبح العواء للثقافة العامة، يعني هنوري لكم مكنة قص الصار. صبحي طبعا بيركب القرار كده، نجم البقر زي ما انتم شايفين كده. ايوه، وهي بتسحب مع نفسها. بتعمل ايه بقى؟ بتقطع بقى. شوف انت عايز مقاسات ايه، 2 متر 2 متر ونص، وتقطع وتعمل طرود زي ما انت عايز. يعني انت بتلجم البقره؟ بتلجم البقره وهي بتقطع معاك. خدت بالكم من بتلجم البقره دي يا رجاله؟ ووري الجماعه كده. يلا يا كيمو. صبع يا سولو. يا رب يا رب طبعا مساء.